أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: جاء التحذير من أهل البدع في كلام السلف رحمهم الله، فهل ذلك الذي ذكره السلف في حق المبتدعة مستمر إلى قيام الساعة؟ يا أخي يشتد في آخر الزمان، هذا يشتد في آخر الزمان، إذا كثر الجهل وكثر الضلال صاروا يبغضون السلف، صاروا يبغضون السلف ويتنقصونهم أشد من الأول. الأولين عندهم علم وعندهم، لكن عندهم ضلال، لكن هؤلاء لا علم ولا تقوى، ويتنقصون السلف ويتمسخرون منهم، الأمر شديد والعياذ بالله. نعم.